عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا ونورنا دلوقتي ضيفنا الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. بنرحب بك دكتور عثمان، صباح الفل عليك. صباح النور عليك طبعا وكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. أهلا بيك منورنا. وطبعا هنتكلم معاك النهاردة على مباريات امبارح. بداية كده سريعا عايز أعرف منك رأيك في مباراة مودرن فيوتشر، كانت من المباريات الممتعة والمثيرة في نفس التوقيت. اكيد مباراه قويه، ومودرن فيوتشر بادئ بدايه على المستوى المحلي بشكل رائع جدا جدا، تاني فوز على التوالي 6 نقاط. اعتقد الفوز مهم قبل ما يخش على المعترك الافريقي، عشان محتاجين ان شاء الله سواء فيوتشر والزمالك في الكونفدراليه ان شاء الله يتاهلوا لدور المجموعات، كمان الاهلي وبيراميدز الناحيه الثانيه في دوري ابطال افريقيا. فاعتقد الفوز محليا هيدي طابع قوي واندفاع وقوه دفع قويه جدا جدا، وتعلي من معنويات اللاعبين قبل المواجهه الافريقيه المقبله في الكونفدراليه الافريقيه. اعتقد الفوز مهم، ومودرن فيوتشر بادئ الموسم بشكل قوي جدا جدا، بيؤكد ان هو هيكون بيواصل اللي كان بيعمله في الفترة الأخيرة. مش يعني ما كانش فاز بكأس الرابطة بالصدفة، ما كانش في المربع الذهبي السنة اللي فاتت بالصدفة، لا واضح ان هو داخل الموسم الجديد وناوي يكمل في هذه المسيرة. معنى كلامك انه البعض اللي كان بيشكك في انه رحيل بعض اللعيبه الاساسيين او القوام الاساسي لمودرن فيوتشر ممكن ياثر على نتائجه الموسم ده؟ طبعا ده كان فين كلام كبير وشكوك حول مستقبل الفريق، مهند لاشين، تغيير اداري وتغيير في اللاعبين، يعني تغيير داخل الملعب وتغيير صحيح. خارج الملعب. لكن رغم كده اعتقد لا، اللاعبين ردوا بشكل قوي جدا جدا، في لاعبين اصحاب خبرات داخل ارض الملعب، واعتقد واضح انهم ماشيين بمسيره كويسه. فوز في اول لقاءين اعتقد هديهم دفعه قويه جدا جدا سواء على المستوى المحلي وكمان على المستوى الافريقي. لو رحت معاك لفريق بلديه المحله، صدمه كبيره جدا امبارح في المباراه امام سموحه، واضح انه بلديه المحله ما درسش سموحه بشكل كبير، رغم انه كابتن احمد سامي واضح انه درس مباراه مقاولين العرب كويس جدا جدا بشكل كبير قوي. طبعا كابتن احمد عبد الرؤوف بلديه المحله مدرب واعد جدا، وفاجئنا كلنا في الجوله الاولى بواحده من اكبر مفاجات، الفوز على المقاولين العرب في قلب ملعب المقاولين. واحنا شفنا المقاولين قدام الزمالك كان متماسك جدا، وفرقه على الاقل بتعرف تقف كويس قدام الفرقه الكبيره، لما البلديه تفوز عليها بهدفين في اول جوله كانت مفاجاه من عيار التقيل. لكن واضح زي ما انت قلت كابتن احمد سامي درس البلديه بشكل قوي جدا جدا، خلاص بعد اول جوله الامور بدات تتكشف والناس تعرف فين مناطق القوه فين مناطق الضعف في كل فريق ويبدا يلعب عليها. ده اللي عمله سموحه، واعتقد كان فوز امبارح مستحق بشكل كبير جدا جدا. لكن اللي عاجبني لحد دلوقتي وان شاء الله تكمل على خير، ان كل ماتشات الدوري ما فيش مباراة الا وشهدت اهداف، يعني الحمد لله لحد دلوقتي ما شفناش التعادل السلبي. صحيح. على الاقل بنشوف هدف او اكتر في كل مباراة، واتمنى ده يستمر معانا حتى نهاية الموسم. صحيح. ام بي وطلاء الجيش، مباراة هتكون قوية جدا وهنشوف فيها تمسك بالفوز وصراع وحماس ما بين الكابتن عبد الحميد بسيوني والكابتن تامر مصطفى، شايف المباراة دي هتكون عاملة ازاي النهاردة؟ مباراة صعبة جدا. طلع الجيش بدأ بشكل قوي في الجولة الأولى وحقق الفوز، لكن إنبي طبعا خسر في الجولة الأولى من الداخلية، كانت برضو مفاجأة من مفاجآت الجولة الأولى. لكن أعتقد مباراة زي ما أنت قلتي مباراة صراع شرس جدا على الفوز، وأعتقد لا بدين على الفوز خاصة لإنبي عشان ما يخشش في مرحلة الشك بدري ويلاقي نفسه 0 نقاط بعد أول جولتين. فأعتقد مباراة قوية وصعبة على الفريقين، لكن اعتقد النهارده انبي ربما يكون له رد فعل بعد خساره الجوله الاولى، لكن في النهايه اعتقد هتكون مباراه ممتعه بشكل كبير جدا جدا، مباراه هيكون فيها كوره سواء من انبي او طلع الجيش. القياده الفنيه بره قياده شابه وجميله، وطبعا فكر جديد في كره القدم، اعتقد انا هستمتع بهذا اللقاء. صحيح. جونا وزاد، زاد منتعش طبعا بعد الفوز على النادي الاسماعيلي طبعاً. شايف انه ممكن يحافظ على المستوى اللي شفناه بيه في اول جوله، ولا ممكن نشوف اداء مختلف كمان في الجوله الثانيه؟ طب جونا وزد يمكن هو لقاء ممكن نقول عليه ديربي ولاد العم بقى، اللي هم قرايب مع بعض وكده وعيله واحده. مباراه جدا هتبقى من عيار التقيل، الفرقتين طالعين من الدرجه الثانيه او القسم الادنى للممتاز. صحيح. اعتقد دي اول مواجهه مباشره لفرقتين من اللي طالعين من الدرجه الثانيه، كمان الاثنين عندهم يعني الاثنين ما خسروش في الجوله الاولى، بل زد عمل مفاجاه برده كبيره وفاز على الاسماعيلي، فريق الاسماعيلي بقيمته وتاريخه واللي اكيد كان بادئ الموسم عايز يبدا بدايه مختلفه، ولكنه اصطدم بطموح زد اللي عمل الجوله الاولى، عمل مباراه كبيره سواء دفاعا او حتى هجوما، يعني شفنا الفريق يكاد يكون متكامل. لكن النهارده الماتش هيكون صعب جدا جدا مع الجونه، اعتقد مباراه من العيار الثقيل وصعب جدا نتوقع مين يفوز فيها، خصوصا ان الجونه عنده نقطه زد عنده 3 نقاط، واكيد الفرق زي جونه وزد لسه طالع من الدرجه الثانيه عاوز يلم اكبر عدد من النقاط عشان يحسم بقاء مبكرا في الدوري، واللي لا ما ياخدش مركز في وسط الجدول يبقى مركز مريح بالنسبه له، ما يفضلش في لحد اخر الموسم على اعصابه انا هكمل طبعاً في الدوري ولا هنزل تاني لدرجه ده لكل الفرق. اكيد طبعا. صحيح يا دكتور.